اليوم راح نعمل أطيب زنود الست من أطيب الحلويات العراقية وبمكونات بسيطة ومتوفرة. راح نعملها بطريقة ناجحة ومضبوطة وتطلع أطيب من الجاهزة. وراح نعمل عجينة زنود الست بهذا الفيديو بطريقة سهلة ومضبوطة. تابعوا الفيديو للنهاية لأن راح يكون هذا الفيديو عبارة عن نصايح حتى تطلع عندكم مضبوطة. بالبداية راح نعمل شيرة. عندي هون 3 أكواب شكر، ونضيف 1.5 كوب ماي، ونص معلقة شاي لامندزي أو ملح الليمون، ونخلطهم حتى يذوب الشكر. ونتركها تغلي لمدة 5 دقائق على نار وسط، وبعدها نطفي النار ونتركها تبغد، وبعدها نحضر الحشوة. عندي هوني 5 أكواب حليب و3 معالق أكل شكر. ما نكثر الشكر بالحشوة لأن راح نضيف لشيرة بالأخير، ونضيف 1 كوب نشا ونخلطهم. نفس الكوب اللي قسنا بينه الحليب نقيس بينه النشا، استخدمت 1 كوب القياس، ونحط على النار مع التحريك المستمر. لازم تكون حشوة زنود الست ثخينة عندنا حتى لا تطلع منا الحشوة بالأخير. وبس تظهر عندنا الفقاعات نطفي النار، ونضيف 1/4 كوب فانيلا سائلة. وإذا ما كانت متوفرة الفانيلا السائلة عادي نضيف ظرف فانيلا. نفرغ الحشوة بكاسة ونغطيها بقطعة نايلون، ويكون النايلون فوق الحشوة بالضبط حتى لا تنشف عندنا، ونتركها تبغد بين ما نحضر العجينة. عندي هوني 2 كوب طحين ونص معلقة شاي ملح، ونخلط الملح مع الطحين، ونضيف لما 3 معالق أكل زيت، ونضيف 1.25 كوب حليب دافي. بالتدريج ونعجن. وبس تتكون عندنا العجيناي نبدي نعجنها على الكاونتر حتى ناخذ راحتنا بالعجن وتنعجن مليح. نعجنها بهذه الطريقة لمدة 10 دقائق. ضروري نعجنها لمدة 10 دقائق حتى من المدة تنمد عندنا بسهولة. هذا قوام العجيناي عندي، تكون شوية ليني. ومباشرة نقطعها 5 قطع بالتساوي. وبنفس الكاسة اللي عجننا بيها نحط بيها نشا وقطع العجين، ونقلبهم مليح بالنشا، ونرجع نغطيهم بقطعة نايلون حتى لا ينشفون عندنا، ونترك قطع العجين لمدة 30 دقيقة يرتاحون. وهون تكون الحشوة بغدت عندي، نفرغها بكيس حلواني حتى تكون سهلة علينا من نحشيها.
وهوني بعد 30 دقيقة يكون ارتاحوا القطع عندي، راح أبدي أمدم. نخلي شوية نشا وناخذ قطعة ونمده شوية. ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. مثل ما واضح عندكم نخلي نشا بين الطبقات حتى لا يلزقون عندنا من نرجع نمدم. وهوني مديتوا الخمس قطع وكملتوا وخليتوا نشا بين الطبقات، راح ارجع امدم كلهم سوا بهذه الطريقة. ما تخافون ما راح يلزقون عندنا، النشا اللي خليناه بين الطبقات راح يمتص رطوبة العجين وما يلزقون عندنا. وبعد ما مديناهم نرجع نشيل النشا اللي بين الطبقات، لأن صار النشا رطب عندنا، إذا تركناه ونمد العجين أكثر راح يلزقون عندنا. نرجع نخلي طبقة جديدة من النشا بين طبقات العجين، لأن راح نمدم آخر مرة حتى لا يلزقون الطبقات عندنا، وتطلع عندنا طبقات العجين كثير رقيقة. كل ما كانت طبقات العجين رقيقة تطلع الزنود الست أطيب. وأكون كملت بهذه الطريقة، شلت النشا اللي رطب عندي وخليت نشا جديد. وراح أرجع أمد آخر مرة حتى تصير الطبقات رقيقة عندي بهذه الطريقة. من نبدل النشا بين الطبقات ما راح يلزقون طبقات العجين عندنا، وهم تطلع العجيناي رقيقة ومضبوطة. ونمد بهذه الطريقة حتى تتساوى عندنا من كل الجهات وما تصير الحوافي ثخينة عندنا. الطريقة كثير سهلة، بس تتبعوا الخطوات، وحتى لو أول مرة تعملوها راح تنجح عندكم أنا متأكدي. مثل ما ترشعون الخمس طبقات معزولي عندي وما تلزقت، لأن غيرنا النشا بين الطبقات. وهسه راح أشيل طبقات النشا وأبدي أحشيها. نقطع شوية من الأطراف حتى تتساوى عدنا من نحشيها وتطلع مرتبة. ننزل الحشوة بخط مستقيم من البداية إلى النهاية ونرجع نلفها إلى النهاية. وإذا ما كانت الحيفة عدلي نقصها وهم نرجع نحشيها بعدين، ونرجع نقطعهم بالحجم اللي يناسبنا. أنا قطعتهم بحجم 5 سنتيم. ونشيل أول قطعة قطعناها ونقيس بيها حتى يطلعون كلهم نفس القياس عندنا. راح أرجع أعمل ثاني قطعة قدامكم حتى تكون الخطوات واضحة عندكم، ونكمل كل الكمية بنفس الطريقة. أنا طبعا ما غطيت قطعة العجين لأن عاد أشتغل بيها بسرعة. إذا أنت متأخرتم بالشغل فغطوها أفضل حتى لا تنشف عندكم قطع العجين. نصفطها بصينية أو شرح، والأفضل يكون الشرح شوية عميق لأن راح نحط بعد دهن فوقاته. نضيف لدهن نباتي إلى ما تتغطى عدنا بالدهن بهذه الطريقة، حتى من نشويها يصيرون كلهم نفس اللون. وبعد ما كملنا أما نقليها على الطباخ إلى ما يصير لونه ذهبي.
أو نشويها بفرن حار على أعلى درجة عندنا إلى ما يصير لونه ذهبي ونطلعه. الطريقتين تصير وأنتم مثل ما تحبون تشوها، بس أنا أفضل أشويها بالفرن. ومباشرة بس نطلعها من الفرن نصفيها من الدهن حتى ينزل كل الدهن اللي بيها، أما نحط عليها مشبك أو غطى دست ونصفيها. وإذا تحبون تخلطون دهن وزيت وتضيفونه هم يصير، بس هي أصلا تنعمل بالدهن. وإذا تحبون تضيفوا له معلقة دهن حر أو دهن حيواني هم يعطيها طعم طيب. وبس نصفيها من الدهن مباشرة نصب الشيرة عليها، نتركها كم دقيقة تشرب شيرة ونرجع نصفيها من الشيرة، وتبقى كمية الشيرة بيها حسب رغبتكم، وتكون جاهزة عدنا. بس نزينها بشوية فستق مطحون ونقدمها قبل ما تبغد. وهذه كانت وصفتنا اليوم على طلب المتابعين اللي طلبوا مني هذه الوصفة، وأعتذر إذا تأخرت عليكم بتنزيل الفيديو. وما تتخيلون إيش قد تطلع طيبي، لازم تجربوها. ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو، وإذا كنتم جداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. والمقادير مكتوبة في صندوق الوصف، وألف عافية.